خلود المطيري حياك الله معانا، انت اللي سويتيه فخر العرب، يعتبر فخر لكل العرب والمسلمين. نبي هالحادثة، شنو صار بالضبط في البطولة؟ طبعا هذه ثاني بطولة لي. البطولة كانت بتايلند للسلاح المبارزة، لعبنا هو المبارزة ثلاث أسلحة، أبي وفلوري وسابر. أنا ألعب الفلوري والأبي. بلعبتنا تصير مجموعات، فإحنا يعني تقريبا أكثر من 20 لاعبة بنفس فئتي. للأسف مجموعتي الأولى صارت ضد اللاعبة من الكيان الصهيوني. نعم، فمن قبلها بيوم يعلنون الأسامي وتوزيعة المجموعات، فقعدوا معاي رئيس النادي، كان رئيس الوفد أبو بداح الله يعطي الصحة والعافية، والمدرب، وقالوا لي أن طلع اسمك بنفس مجموعة لاعبة الكيان الصهيوني. هني أنت اتخذت القرار. هني أنا بدون نقاش قلت لهم أنا مستحيل ألعب. جتنا عدة اقتراحات، أن خلت تسوي نفسها تعبانة، خلت تسوي نفسها مريضة. قلت لهم لا، أنا ما أتنازل، أنا مستحيل يطلع اسمي بمجموعة مع أي شخص من الكيان الصهيوني وما أتنازل. أنا مجرد أني أتنازل وأقبل بوجودي معاها، يعني أنا معترفة بوجود إسرائيل، وأنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه إسرائيل. فأنا من أول ما طلع اسمي أنا قلت لهم أنا مستحيل ألعب، وراح أنسحب من أول مجموعة وعادي ما أكمل. يعني للأسف إحنا رايحين ومتمرنين ومعسكر، والسفرة كانت وايد متعبة، وكنت مستعدة من كل النواحي، ضاق خلقي يعني حيل إن ما راح ألعب. بس بنفس الوقت أنا مستحيل يعني أفشل الكويت أو أستهين بهالشغلة وأعترف بإسرائيل. يعني أنا الحمد لله يا ربي، أنا كنت مثل ما قلت لك أنا جبت ميداليات وحققت مراكز وتأهلت، بس أول مرة أحس إني قدمت شيء وايد كبير، مع إن أنا كنت يعني كنت شايفت إن أنا رحت ورديت على الفاضي، بس اللي صار غير نظرتي بالكامل. الرسائل اللي وصلتني والرسومات والصور اللي سوت لي، يعني أنا يعني تواصل من كل دول الخليج، يعني تواصل من الجزائر، من فلسطين، من الأردن، من مصر، من اليمن، من العراق، من كل الدول العربية. أنا صدمت إنه هذا شيء حلو. خلاص، أول شيء أحب أقول أنا لو قصرت من ناحية رياضية فأنا أعتذر، ولو حسيتوا إن سويت شوية إنجاز أو فخر فهذا تاج على رأسي، وأعتز بكل رسالة وكل كلمة يتني، وإن شاء الله أقدر أرفع اسم الكويت وأكون عند حسن ظن الجميع.